محافظ شرطة أعلى سمير فرياني، شنو صار اليوم معاك؟ اللي صار معاك اليوم أعلنها خلفية تحطه في أنا إطار. والله فوجئت بإعلامي بأنه تم اتخاذ قرار إيقافي عن العمل، ثم أنه منتظر أن يتم إحالتي على مجلس الشرف، واعتبروا أن هذا معناتها القرار يتزامن مع ما كنت معناتها إقدامي على الأدلاء بشهادة في قضية تيلا والقسرين، واللي بعض القيادات الأمنية اليوم ضالعة في التستر على قتلة الشهداء، وما تحب سمير فرياني يكشف معناتها مدى مسؤوليتها في هذا الجانب. إنه الإعلام عن تحولي لإدلاء بشهادتي في قتلة الشهداء بتيلا والقسرين في كشف لحقائق جديدة لم ترق لهذه القيادات المتنفذة داخل وزارة الداخلية، والتي اليوم تسعى بكل الوسائل إلى أنها تدين سمير فرياني. وأستغرب أن هذه الوثائق التي اتهموا بسرقتها هي وثيقة تؤشر على استمرارية نشاط البوليس السياسي في وقت الحبيب السير. محافظ شرطة على سمير فرياني، ما تشوفش انه قرار الايقاف عن العمل ليك اليوم مرتبط بالشهاده المقبله اللي باش تدلي بها في المحكمه العسكريه بالكيف يوم 8 فبراير؟ اكيد اعتبر انه ماهوش الجانب الكل، لكن هناك جانب كبير هو ادلائي بهذه الشهاده التي سادين فيها بعض المسؤولين بمحاوله التستر على قتلة الشهداء، ما فيها مدير العام للامن الوطني وكذلك المدير العام للامن العمومي، هما اللي نعتبرهم زادة عندهم يد في التستر على قتلة الشهداء. وسي سمير، قرار ايقافك عن العمل اليوم يتزامن مع اعتصام من نقابة الأمن يطالبوا فيه بحماية رجل الأمن. شنو رؤيتك لحماية رجل الأمن؟ هل ألا ترى أنه الموضوع يعني بروسيسوس يلزم يصير، ما يلزمش يلزم يسبقوا ساعة قبل المحاسبة ومن بعد المصالحة في إطار مخطط كامل؟ احنا أنا نذكر سي سمير حكينا قبل أنه يلزم قافلة متاع أمنيين شرفاء تدور الجهات وتبدأ المصالحة هذه والتطبيع هذا يبدأ من الجهات ويقودوها رجال أمن شرفاء ويتفاعلوا مع المواطنين. فعلا أعتبر أن مبدأ المساءلة مبدأ ضروري لتحقيق مصالحة فعلية مع المواطن، ولكن هناك من المسؤولين داخل وزارة الداخلية من ينظر إلى القفز على هذه المرحلة، مرحلة المساءلة، وحتى لا يسأل البعض عن جرائمهم، ويعمدون إلى تنويع معناتها الطرق الضغط حتى لا يتم احترام مبدأ المساءلة داخل وزارة الداخلية، وهو مسار معناتها عملية المصالحة هي مسار لا تستند فقط على تطوير الجوانب التشريعية، بل كذلك هو قبول رجل أمن بأن الثورة وقعت في البلاد ويجب محاسبة من كان فعلا ظالعا في قتل الشهداء. وطالب الشعب التونسي أن يسائل وزير الأول السابق الباجي قائد السبسي ووزير الداخلية الحبيب السيد، اللذين تعمدا تسمية وتعيين بعض الإطارات الضالعة في قتل الشهداء في مناصب قيادية، فلماذا لا يسائل الشعب الباجي قائد السبسي؟ ولماذا يبقى الحبيب السيد مستشارا في حين أنه له دخل معناتها في المسألة هذه؟ اليوم يتم مساءلة سمير فرياني بتسريب حقائق حول مع وثائق تتعلق باستمرارية البوليس السياسي بين ترأس مع الحبيب السيد لوزارة الداخلية، وكذلك ترقيته لإطار كان يعمل في ضمن منظومة الإجرامية لبن علي، كان يقوم بتصوير الأشرطة، يقوم لحبيب السيد في 18 أفريل بترقيته في عيد أول قوات الأمن الداخلي بعد الثورة، فلماذا لا يسائل الشعب هؤلاء الباجي قائد السبسي ولحبيب السيد؟